عندي صحاب كتير جوازهم متأخر، ودايما لما بتكلم معاهم بيسألوني ليه ربنا مأخر جوازنا، مع ان الجواز ده حاجة خير وطاعة وهتخلينا نستقر نفسيا اكتر ونقرب له، مش معنى اللي صاحبه وعاشوا حياتهم اتجوزوا بدري ومبسوطين عادي. وفي منهم اللي بتفكر مثلا تقلع الحجاب عشان احساسها ان ده ممكن يكون سبب في انها لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. فازاي اقول لهم كلام مقنع يخليهم يصبروا قدام اي حاجة غلط ممكن تيجي في دماغهم، وفي نفس الوقت ايه اللي في ايدهم يعملوه عشان يبقوا عملوا كل اللي عليهم ويقدروا يستحملوا الاختبار الصعب ده؟ السلام عليكم ورحمة الله. من أكتر الابتلاءات اللي ممكن تعدي بإنسان في الدنيا هو ابتلاء تأخر الأرزاق، والرزق ده لما يكون ملح جدا وده وقته ويتأخر بيبقى الإنسان بيمر بوقت صعب جدا والحيرة بتزيد فيه. وهذا الرزق المتأخر متأخر في بلدنا على 13 مليون بيت وفقا للإحصائية بتاعت جريدة الأهرام، وهو الجواز المتأخر. 2.5 مليون شاب وعشرة ونص مليون فتاة لسه ما تجوزوش وجي وقت الجواز. واللي بيزود الحيرة واختبار تأخر الجواز الضغط المجتمعي والاستغراب المجتمعي، هو أنت ما تجوزتش لغاية دلوقتي ليه؟ اللي بيخلي البني آدم بتجيله أفكار كتير قوي فيها شكوك حتى ممكن في عدل ربنا سبحانه وتعالى والأقدار اللي مش ماشية في صفي. عشان كده تعالوا النهاردة واحدة واحدة أقول لكم خلاصة تريح بال كل محتار وتفك إشكاليات عند كل واحد أو واحدة جوازهم متأخر. الحقيقة أن السؤال ده محير جدا وبيجي لي كتير على السوشيال ميديا، ولما بقابل شباب وبنات في تجمعات كبيرة. الشباب والبنات ناس منهم كتير اختاروا يمشي صح وما يصاحبوش ويخشوا في علاقات حب في مرحلة الجامعة عشان هم عارفين ده طريق ربنا ما يحبوش سبحانه وتعالى، وما تجوزوش في الآخر. واللي كانوا بيشوفوهم قاعدين جنب بعض وبيسهروا مع بعض وبيسافروا مع بعض وانطلقوا مع بعض اتجوزوا، فيحصل هزة كده في الثوابت الدينية وحيرة. حيرة مصدرها اللي ماشي في الطريق الصح ما وصلش واللي اختار الطريق غلط وصل. والحقيقة أنا بكن الاحترام للجميع، لأن في ناس بتتفرج عليا دلوقتي ممكن يكونوا عاشوا في علاقة صحبية بالسبع تمن سنين واتجوزوا في الآخر، ربنا يكرم أنتوا في علاقة حلال دلوقتي، بس في حد اتفتن في الموضوع ده ومحتار جدا. وأنت عارف أن أنت ممكن في الدنيا تلاقي الاختبار ده، تلاقي حد مثلا بيمد يده للحرام وغني، والتاني اللي عمال ينحت في الصخر من الحلال عنده تعثرات مالية، وتلاقي حد بيكذب وينافق والناس بتحبه، والتاني اللي محترم لكنه ستريت ممكن يبقى مش على مزاج الناس قوي، وده اختبار كبير. وفي اللحظة دي بيبقى اللي ماشي صح يصدق في حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن سيأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهنا أفكرك عشان ما تحترش قوي، أفكرك بأحوال الأنبياء اللي قعدوا سنين من عمرهم بيكلموا الناس عن ربنا وعن الأخلاق ومحدش كان بيسمع كلامهم، وكان المشركين اللي اخلاقهم مش كويسه عددهم اكتر وحياتهم الطف بكتير، والانبياء ما اتصدموش ولا اتباعهم اتصدموا. ولما حتى اتباعهم كانوا بيحتاروا ويجوا يسالوهم كانوا بيثبتوهم ويفكروهم بمعنى واحد، ان هم كانوا بيشوفوا ان نعمه ربنا ان اخترنا احنا ان احنا نكون اهل الطاعه، وان احنا ما اخترناش طريق غلط للحصول على الارزاق. وابن عطاء الله بيقولها لك: كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. يا رب أنا عملت طاعة، فين الجزاء؟ أن أنت عملت الطاعة دي وأن سمح لك تكون من أهل الثبات والعفة. شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس شهوته من أجلي هو عندي كبعض ملائكتي. شرف أن ربنا ثبتك في المرحلة الصعبة دي. أيوة، طب أعمل إيه؟ أعمل زي ما سيدنا النبي قال لك، قال إن روح القدس يعني سيدنا جبريل نفث في روعي يعني أوحى لي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق، الجواز متأخر، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واحد يقول لي لا ينال إلا بطاعته، ده بيزود الحيرة الكلام ده، لأن هو صاحب وانطلق وعاش حياته واتجوز أهو خد اللي هو عايزه. أقول لك استنى،
ما عند الله يعني رزق الله مع الرضا من الله، مش واحد يمد ايده بطريقه غلط وياخد الرزق. ربنا بيقول في القران: فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالنهارده لو انت محتار، انا ما مشيتش في الطريق الغلط وموصلتش، لاني مشيت في الطريق الصح، واللي ماشي في الطريق الغلط وصل، هيتجوزت اهي وهي كانت مصاحبه. فلو انت محتار في المساله دي، اعرف كويس قوي ان ده اختبار كبير واجره كبير عند ربنا، والعوض والفرج جاي. اصبر. وابن عطاء الله بيقول لك كده، يقول لك: لا يكن تاخر امد العطاء، يعني وقت العطاء، لان الجواز متاخر لسه ما جاش وقته، لا يكن تاخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا لياسك، فان الله ضمن لك الاجابه فيما يريد لا فيما تريد. الله بعلمه ورحمته بيتدخل في تاخير وتقديم ما يراه انفع ليك وانسب ليك، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فان الله ضمن لك الاجابه، مش بتدعي، ضمن لك الاجابه فيما يريد لا فيما تريد، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فلو الموضوع ده بيشكل لك فتنة محيرة، اثبت وامسك في دينك وأنت قابض على الجمر، ثوابك كبير جدا أيها العفيف وأيتها العفيفة. وده أحد الأسئلة اللي الناس بتتكسف تسألها، هو أنا في حاجة مطلوبة مني علشان أسرع جوازي؟ كأنه ده رزق في سعي معين ممكن أعمله. والحقيقة أن الموضوع ده في ضغط مجتمعي رهيب. دكتورة هالة حماد أحد علماء النفس كاتبة مقالة عن الضغط المجتمعي على البنات والشباب اللي ما تجوزوش، والضغط على البنات بيبقى أكتر بكتير. تقول أن المجتمع بيبص للبنات اللي ما تجوزتش بصتين، بصة فيها اتهام بالفشل، وأنت إزاي عندك 30 سنة وما تجوزتيش؟ فالبنت طب اعمل ايه يعني؟ زي ما تقول لواحد: وانت زي ما عكش فلوس؟ طب انا بشتغل اعمل ايه؟ رزق، انا بسعى والرزق جاي لي. ففيها نوع من الضغط المجتمعي الرهيب لاتهام انك انت ما عملتش انجاز المرحله اللي هو الجواز، يعني بتاع العشرينات ده. والنظره الثانيه نظره مؤذيه اكتر، وهي نظره الشفقه، اللي هو مش هنسمع اخبار حلوه بقى، اللي هو يعني ايه، احنا حزنانين علشان حالك او حالك. وبتقول الدكتوره ان ده بيدفع البنات والشباب لحاجه من الاثنين، لحاله من الانكار، على فكره الجواز مش فارق معايا، وتبدا تنشر الموضوع ده البنت من كتر الناس تضغط عليها، ضغط رهيب وما فيهوش رحمه على فكره، وتبدا تعيش حياتها بطريقه كانها بتكره الرجاله، او واحد يقول لك: لا انا اصلا مركز في الشغل. وده احتياج نفسي طبيعي جدا في سن معين، ان الانسان يرزق بشريك للحياه يشارك معاه افراحه واحزانه. فاما يبقى فيه لا مبالاه، أو يحصل اندفاع رهيب علشان أثبت للناس أن أنا مش فاشل، فالبنت تبدأ تتنازل أو تقبل جوازات مش كويسة، أو تعرض نفسها بطريقة هي نفسها تبقى بتتقطع من جوه. وهنا العلماء قالوا كلام حلو جدا، سواء علماء الشريعة أو علماء النفس، قالوا أن الوقت ده لو في رزق معين جي وقته وما حصلش، هذا مقام تفويض. يعني إيه تفويض؟ يعني الإنسان بيمارس حياته الطبيعية جداً جداً، لا بينفتح زيادة ولا بيقفل زيادة، الخروجات الطبيعية والعزومات الطبيعية اللي بطريقة متحفظة طبقاً لأخلاقنا وعاداتنا المحترمة، لكنه بيفوض أمره إلى الله: وأفوض أمري إلى الله، عليك يا رب الموضوع ده، إن الله بصير بالعباد. لها يتنازل تنازلات سيئة يدفع ثمنها طول عمره، ولا هيبقى عايش وهو مش فارقة معاه. وممكن يعمل حاجتين كمان مهمين جدا، او العلماء وصوا بيهم. يعمل ايه؟ اول حاجه يكثر من الدعاء دعوه سيدنا موسى، اللي سماها العلماء في القران دعوه الطالب للزواج، اللي هي لما سيدنا موسى كان قاعد لوحده كده، وبعدين ساعد البنتين، وبعد ما ساعدهم فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. فلو انت حيران او انت حيران اعمل ايه، ادعي الدعوه دي، دي دعوه طلب الزواج: اني لما انزلت الي من خير فقير. حطها في السجود وبعد الصلوات، والاذان بيأذن، وبين الاذان والاقامه اوقات استجابه الدعاء. ولا تستحي من الله انك انت تطلب منه حاجه، ده احتياج نفسي قبل ما يكون احتياج جسدي، ان يكون في شريك في الحياه يكمل معايا الطريق، ادعي بيها، لا تستحي من ربك سبحانه وتعالى. وقالوا تعمل حاجه كمان،
لو مش عارف تعمل ايه، قال لك مش سيدنا النبي قال ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه؟ قال لك اه. وقال لك الجزاء من جنس العمل؟ قال لك اه. قال لك يبقى ساعد انسان انه يتجوز حتى لو بمبلغ بسيط جدا جدا، او حتى تجيب الواحده صاحبتك عريس، ولا انت تساعد حد من اصحابك انه يتجوز. اي سعي في شيء انت ترجو ان ربنا يكافئك عليه، فلما تساهم في هذا الزواج بتكون بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بهذه الخطوه في حياتك. وان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. لكن اهم حاجه ان الضغط المجتمعي السخيف ما يخليكش حيران تفقد الثقه في نفسك، ان وكانك لا تصلح ان حد يكمل معاك الحياه، او ما حدش اختارني، او تحس ان انت ربنا مش كاتب لك التوفيق في حياتك اطلاقا. مش معنى ان جه وقت رزق فتاخر ان في حاجه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، او ان انت عندك اي عيب. ما تخليش الضغط المجتمعي ياخدك في المنحة ده ابدا، وما تحترش، وفوض امرك لربنا، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. تاخر الزواج شيء مزعج ومحير لناس كتير. بيفسر ده كاتب روسي متخصص في علوم الطاقه وعلاقتها بقوانين الكون وقوانين الحياه، اسمه فاديم زيلند، صاحب نظرية الترانسيرفينج. اتكلم في كتبه عن قوانين أو قانون معين اسمه قانون الارتباط والتوازن. القانون ده بيقول إن كل ما ارتبط إنسان بكل كيانه بنتيجة واحدة وربط شرط سعادته بتحقيق هذه النتيجة، تعطل تحقيق هذا الشيء وقلت فرص حدوثه أو تجليه في حياته. وأول ما أوزن سعادتي وقيمتي على وجود أشياء كثيرة في حياتي، تأتي النتيجة المرغوب فيها لما مشاعري تكون حيادية تجاهها. أحيانا الارتباط بفكرة الجواز في سن معين أو الخوف من كلام الناس وتأخر سن الزواج بيؤدي عند ناس كثيرة بالشعور بالإحباط والسعي للزواج بسرعة حتى لو كانت العلاقة غير مناسبة، فتأتي المشاكل ما بعد الزواج ويزداد الضغوطات. فالمهم في المواقف دي هو فك الارتباط ما بين سعادتي وقيمتي والزواج، مع العلم انها حاجة طبيعية، وفي نفس الوقت التأني في اتخاذ القرار الخاص بعلاقتي وفرصي في الزواج. الحيران في الجواز المتأخر حيرته بتيجي بسبب الخوف، والخوف نوعين هنا. في حاجة اسمها خوف ثانوي، انا الناس هتقول عليا ايه، وانا كويسة ولا لا، وانا كويس ولا لا، حد هيختارني ولا لا. وورا الخوف الثانوي ده في خوف اسمه خوف مبدئي. الخوف المبدئي ده الاصل فيه بيبقى هو الخوف المحرك ليك، هو اللي بيخليك حيران، زي فكره الخوف من الوحده. وانا لما بخاف من الوحده يعني ايه؟ يعني بفكر في المستقبل. فالحيره بتيجي من ايه؟ سعي لقراءه المستقبل. انا لما هكبر لو فضلت كده هكبر لوحدي، هموت لوحدي، مش هلاقي حد ياخد باله مني، مش هلاقي حد احبه ويحبني. فالحيران لو عايز حيرته تخف، بطل تقرا المستقبل، ما تجريش بعقلك. من ضمن المسائل المحيرة عند الناس اللي جوازها اتأخر، اللي شاف أكتر من عروسة وكان بيعتذر، أو اللي جالها أكتر من عريس وكانت بترفضه، مش علشان حاجة خاصة بالدين تماما ولا حتى بالأخلاق، إنما في بعض الصفات كده مش عجباني، شكلها مثلا، هي تقول مثلا طريقة لبسه، طريقة كلامه، اهتماماته اللي في الحياة وطموحه مثلا، لكنه صادق وأمين ومحترم ومجتهد وبيصلي فهل كده أنا بتبطر على نعمة ربنا؟ بالذات الشباب والبنات اللي جوازهم متأخر، فيبدأوا يحسوا أن ربنا بيعاقبهم أنهم رفضوا نعمة قبل كده. عشان ما تحترش، لا ولكن يعني إيه؟ يعني رفضك لعروسة أو رفضك لعريس مش عشان دينه خالص ولا أخلاقه اللي هي الأخلاق الأساسية، ده مش بطر على النعمة ولا معصية لسيدنا رسول الله، ولا ده يستجلب العقاب من ربنا. والعلماء لما جم يشرحوا الحديث المشهور اللي المسلمين حافظينه، من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الإمام القاري بيقول دينه معروفة، وخلقه يعني عشرته، يعني لما أقعد
احس بالكيمستري اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها انظر اليها، محتاجين تتكلموا وتشوفوا بعض، ذلك احرى ان يؤدم بينكما، يحصل بينكم موده وانجذاب. والسيده امراه ثابت بن قيس راحت لسيدنا النبي قالت له ثابت بن قيس لا اعتب عليه في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام، تقصد كفران العشير، مش قادر اتكلم معاه. ده حديث البخاري. ابن حجر بيحكي بيقول ان في روايه تانية للحديث كان سيدنا ثابت بالنسبه لامراه ثابت بن قيس شكله مش حلو، فكانت تبص له تحس انها مش منجذبه لشكله، خلقت ربنا سبحانه وتعالى. فقال لها تردي لي المهر؟ اتردين عليه الحديقه؟ قالت نعم. قال طلقها تطليقه، خلاص مش هينفع تعيشوا مع بعض وهي بتقول ان شكله بس. فهم العلماء من الموضوع ده ان مش حرام ان انا ارفض عروسه او واحده ترفض عريس علشان حاجه غير تدينه او اخلاقه الاساسيه من الصدق والامانه وتحمل المسؤوليه، وان الناس الحيرانه في الموضوع ده انت ما عملتش حاجه غلط. ولكن لا، ولكن ايه؟ النهارده لو الموضوع ده اتغير كتير وتكرر كتير، شفت عرايس كتير وانت شفت عرسان كتير منهم ناس محترمه جدا جدا وبترفضي باستمرار، هنا احنا محتاجين زي الطب كده لما الطبيب بيشك في تشخيصه بيطلب رأي آخر، second opinion، مشهور جدا في عالم الطب. ولما نبقى قلقانين من التشخيص بسبب صعوبة الحالة بنطلب كونسلت طبي، بقى يلا احنا عايزين بقى ايه مجموعة أطباء وخبرات مختلفة. وهنا ما ندم من استخار وما خاب من استشار. بني آدم لما يلاقي نفسه خريطة طلباته بقت معقدة، ما كل واحد عنده خريطة ذهنية وعلى أساسها بيرفض ويقبل. يعني انت عارف الجمال التلفزيوني بتاع المودلز، مش لازم كل بنت تبقى جميلة زي المودلز اللي بتشوفهم في التلفزيون، وفي بنات جمالها متوسط وقلبها زي العسل، ومش لازم كل الرجالة تبقى عندها عروق في دراعاتها وسيكس باكس والحاجات اللي بقت زيادة بسبب يعني الإعلام والسوشيال ميديا اللي دخل بيوتنا رفع سقف التوقعات. هنا ساعتها لازم اخد رأي حد تاني، لان ساعات البني ادم بيرفض نعم كبيره جدا جدا. هنا القضيه مش رفض النعمه، هنا القضيه في عدم حكمه الاختيار. ودي فايده دخول الاهل والاصحاب واهل الخبره، ويا سلام لو عندك شيخ مربي، لان ساعات البني ادم بيرفض شخصيه بتعمل له حاجه اسمها ميرورينج عند العلماء المتخصصين. يعني ايه؟ يعني انا متسلط ومتعالي، فتقدمت العروسه شخصيتها قويه، حنينه بس شخصيتها قويه، فمش هتبدا بقى تناقشني وانا ما بحبش اللي يناقشني. المشكله عندي، هنا المشكله عندي مش مشكله فيها، وانا هنا محتاج اعالج نفسي من تسلطي ده، مش ان انا اخلي الناس ملهاش راي. كل ده بيقول ايه؟ بيقول براحتك لو عايز ترفض، مفيش حرام عليك في حاجه زي كده، القرار عندك. ولكن لو الموضوع تكرر وبترفض كتير وانت بترفضي كتير، دخل حد علشان يريح بالك من الحيرة اللي انت فيها دي. من ضمن الأسئلة المحيرة اللي اتسألتها كتير من شباب وبنات في سن الجواز، جوازهم متأخر، أعمل إيه عشان أصبر نفسي في المرحلة دي؟ وده سؤال وحيرة طلع من إنسان صادق عنده وعي بذاته، لأن البني آدم في سن الجواز الطبيعي يبقى عنده فقد لو مش متجوز. والقضية مش قضية فقد للعلاقة الزوجية، العلاقة الجسدية، القضية قضية فقد للرفيق، وإن في مرحلة معينة الوحدة مش حلوة، وحدة الأنس بقصة حب. إبراهام ماسلو عالم نفسي شهير أمريكي متوفى سنة 1970، عنده هرم اسمه هرم الاحتياجات الإنسانية، ده حفظ لازم تحفظ الموضوع ده مهم جدا. بيقول إن أقل حاجة الإنسان محتاجها خمس احتياجات، أقل حاجة التنفس والأكل والشرب، ولو كان في سن الجواز العلاقة الزوجية الخاصة، ثم بعد كده محتاج للأمان، ثم بعد كده محتاج للألفة والصداقة، يعني علاقات اجتماعية جميلة وقصة حب حلوة، ثم محتاج لإثبات الذات والنجاح، ثم محتاج في الآخر بقى أقصى درجات يعني الاحتياجات الإنسانية الإبداع، وإنه يلهم غيره إنه ينجح. فالجواز ماسك الهرم ده من تحت لفوق، سواء في الاحتياجات الأساسية من الأكل والشرب والعلاقة الزوجية، ثم الإحساس بالأمان، ثم الألفة في شريك للحياة يشترك معايا في أحزاني وأفراحي، ثم الإثبات الذات والنجاح والإبداع بعد كده بيحلو لما يكون في قصة حب بتزين الموضوع ده، فطبيعي يكون في احتياج.
انا بقول الكلام ده لان جزء من الحيره هو الهرب من الاحتياج ده. على فكره مش فارقه معايا ان انا جوازي متاخر، لا، انا كنت بدرس كورس عن الاعباء النفسيه وازاي الانسان يتحملها. فالاستاذ المحترم الدكتور اللي كان بيدرسنا كان بيتكلم ان احد اكبر اسباب ثقل الاعباء اني ما اعترفش بيه، اني ما عنديش معاناه ولا حاجه واهرب منه، فيبقى تقيل على كتفي ومش بتعلم ازاي اعرف اشيله. عشان كده ربنا في القران قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف يعني العفة، يعني الكفاية. ويستعفف السين إذا دخلت على الفعل أفادت الطلب، يعني أطلب الكفاية. الكفاية مع إيه؟ مع الاعتراف بوجود النقص اللي كل شوية هينقح عليك. أقصد أقول إن الشباب والبنات اللي لسه ما تجوزوش بيعجبني جدا منهم اللي شغل حياته، الشغل والرياضة والأصحاب والانطلاق في الحياة بالطريقة المباحة المحترمة جدا، لكنه مش سايب لنفسه أوقات فراغ يجي شطانه ويجي متطلباته، إنما منطلق في الحياة عشان يبحث عن شيء اسمه الاكتفاء الذاتي. هو بيطلب العفة من ربنا بكده: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكني عايز أقول له حاجة عشان ما يحترش لما يشعر بالألم. لما في وسط انشغالك وانطلاقك الجميل بنفسك الشرحة دي تشعر بالوحدة، أو تلاقي كابل كده ماشيين مع بعض ماسكين إيد بعض متجوزين فتشعر بالاحتياج تقبله، تزعلش من نفسك، عادي جدا إن دمعتك تنزل على خدك وتتمني علاقة حب جميلة حلال زي ده زي دي. دي أحد المتطلبات الإنسانية اللي من حقك. ويمكن صعوبة الجواز في مجتمعنا اللي أدت لحاجة زي كده، لكن في الآخر من حقك تشعري بالوحدة، وانت كمان من حقك، لكن سرعان ما هتطلع بيها بذكر ربنا سبحانه وتعالى وبالدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرضيك بالواقع اللي انت فيه. حتى كان سيدنا النبي يدعي دعوة جميلة قوي وكأنها دعوة كل انسان متأخر على رزق معين، كان يقول: اللهم رضني بما قضيت. لو في حاجة متأخرة ومش موجودة وانت واخدها مني رضيني بالقضاء ده، اللهم رضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت، خلي اللي موجود حلو في عينيا حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، أبقى راضي بالحال اللي أنا فيه. يبقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لو أنت حيران ومش عارف تعمل إيه وعايز تصبر نفسك، أولا اقبل وضعك، اقبل إن في احتياج ما ترفضوش ولا تنكره، ثم أطلب العفة يعني الكفاية بشغل وقتك بحاجات أنت بتعرف تجدها وتستمتع بيها، ثم اقبل لحظات الوحدة وما تفتكرش انك ضعيف او عندك احتياج زيادة عن الناس، ده طبيعي جدا. بكده هتتعامل مع المشكلة وهذا العبء وهذا الاحتياج بأحسن طريقة ممكنة. وفي كل ألم بيتألم الإنسان او انتظار للفرج أجر كبير من مالك الملوك. أتمنى أكون قدمت في الموضوع ده خلاصة تريح بال كل حائر، ولا يبقى لنا إلا اللجوء لمالك الأرزاق وصاحب العطاء، والذي يقول للشيء كن فيكون، والذي أمره بين الكاف والنون، إن هو يرزقنا كل ما نتمنى وكل ما تأخر علينا. فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. يا رب، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، اللهم أغنني بصحبتك وآنسني بمحبتك، واجعل منتهى آمالي رضاك عني، واجعل كفايتي في قربك مني، واملأني باليقين في صدق وعدك ولو تأخر علي، واجعلني أرى حنانك في خيرات كثيرة أنت سقتها إلي، واشغل أوقاتي بما يسعدني ويكفيني، وإلى أن تعطيني ما أتمنى فارزقني الثبات الذي به تحميني، ورضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت حتى أسكن إلى أقدارك، فلا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، والحمد لله.